عامل القنوات اللي مع الانقلاب هو صار هو أخوه. أكبر قنوات الانقلاب في مصر قنوات النهار وخليفة سكاي يعني أنا نقول فيها الإعلام بمنظر أكتيفيزم وبروفيشناليزم من ناحية أي بي بي آر كانت ممتازة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاطلاله الخاصه لمصر الليله على مشهد الانتخابات التونسيه قبل ساعات من بدء التصويت في اول انتخابات تشريعيه بعد ثوره 14 يناير 2011. ساعات تفصلنا عن هذا التصويت الذي ينظر اليه كل عربي لا سيما في دول الربيع العربي لا سيما في مصر وتجول في خاطره الكثير من الاسئله. لماذا نجحت تونس وحدها في الافلات من ثنائيه الدكتاتوريه او الفوضى او كليهما معا وهي الثنائيه الشائعه الان في كثير من الدول العربيه؟ كيف يقيم التونسيون هذه التجربه؟ هل يعتبرون أن تونس بالفعل عبرت مرحلة الخطر وأنها نجت من هذه الثنائية؟ سنطرح كل هذه الأسئلة على ضيوفنا في هذا النقاش، لكن قبل ذلك نبدأ بهذا التقرير للزميل محمد عبد الرازق. على مقهى 14 من يناير يجلس أحمد الحفناوي وقد صار مشهوراً. يصر الحفناوي بعد أكثر من 3 سنوات على أن لحظة تنحي بن علي تاريخية تستحق الهرم من أجلها، لكنه يبدو متفائلا ومتخوفا في آن معا. المخاوف الوحيدة اللي تهدد الثورة التونسية هي رجوع النظام السابق إلى سدة الحكم، والتوانسة الكل يعرفوا اللي تونس خذت عبرة من اللي صار في مصر. أنا مبشر كل شاب تونسي اللي هو مع مرور الوقت مع كسب الحريات والديمقراطية باش يجيه نهار وباش يلقى ظروف أحسن من الظروف اللي احنا نمر بها الآن. عايش. لا يتفائل وسام وأقرانه من الشباب العاطلين عن العمل، فهم يرون أن الثورة لم تحسن الوضع الاقتصادي أو تغير شيئا يذكر في منظومة العدالة الاجتماعية. ما ثم حد شيء يتبدل معناتها في البلاد، كل شيء هو هو، ما خاصة البلاصة تو اللي نعيشوا فيها زي ما تبدل حد شيء من قبل الثورة لمن بعد الثورة، نفس البلاصة نقعدوا فيها كل يوم، نفس كل شيء، نفس ديتهم. وفي باب المقارنات بين الثورتين التونسية والمصرية، يرى المراقبون هنا أن وضع الجيش هو الفارق الرئيسي بين التجربتين. الفارق الأكبر هي مكانة الجيش في مصر الذي هو تاريخيا له وزن كبير، عسكريا المؤسسة العسكرية قوية في مصر ومن ثم استطاعت سياسيا أن تتحكم وأن تقلب الثورة. في تونس الموازين كانت على غير ذلك، من ثم المعركة لا تزال متواصلة في تونس وقد حسمت عسكريا في مصر، ولكن الفلول لا يزالون في مصر هم الأقوى إلى الآن. لكن تتشابه الثورتان في تربص النظام القديم في البلدين بهما، وعلى الرغم أن الثورة في تونس لا تزال تتقدم نحو الديمقراطية يتخوف البعض من المستقبل القريب. على المستوى القريب أنا متشائم، لكن على المستوى المتوسط والبعيد الثورة عائدة في تونس وفي مصر، لأن قانون الطبيعة يرفض عولة الأزلام والفلول هنا وهناك. يرد المتفائلون أن تونس التي صدرت الثورة لن تستورد الانقلاب. إذن يبدو التفاؤل بالعبور من الثورة إلى الدولة محاطا بتحديات كبيرة، ويأتي على رأس هذه التحديات العامل الاقتصادي واستخدام المال السياسي وعودة أزلام النظام القديم والعمليات الإرهابية. لكن ثمة صوت هنا يقول إن أهل تونس مصممون على تحقيق نشيدهم الأول، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. محمد داود، الجزيرة، مباشر مصر، تونس. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، فهل أنا بالفعل لهذا القيد أن ينكسر؟ تونس هي الدليل الوحيد الآن، كما قالت صحيفة الإيكونومست، مجلة الإيكونومست، أن تونس هي الدليل الوحيد على الباقي للعرب لكي يثبتوا للعالم أن بأنهم أيضا قادرون على التغير إلى الأفضل، وأن الإسلام والديمقراطية يمكن أن يعيشا جنبا إلى جنب ولا يتعارضان، وأن جزء من نجاح تونس يرجع إلى حسن حظها، فهي لم تبتلى بانقسام مذهبي شيعي سني كسوريا والعراق، ولم تبتلى بجيش له تاريخ في السياسة كمصر، كما أنها لم تبتلى بقساوة الحرب الأهلية كالجزائر، ولم تمسها لعنة النفط. هكذا لخصت الإيكونومست
المقارنات بين تونس وبين مختلف الدول العربية. أرحب بضيوفي في هذه الإطلالة من مصر الليلة على مشهد الانتخابات التونسية، معنا في الاستوديو هنا في العاصمة التونسية كمال بن يونس المحلل السياسي والإعلامي، أهلا وسهلا بك. كما يسعدنا أن نرحب أيضا بالدكتور حمودة بن سلامة المرشح في الانتخابات الرئاسية والوزير السابق في عهد الرئيس بن علي، وأيضا أحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطيين الاشتراكيين، أهلا وسهلا بك دكتور. ومعنا أيضا الدكتور فيصل الشريف الخبير العسكري والمؤرخ، أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ بك دكتور حمودة بن سلامة، هل رجوع النظام القديم خطر على تونس؟ لا أتصور، لا أتصور، لأن لا يمكن بعد ثورة، بعد ثورة مش فقط في تونس لكن أيضا في بلدان المنطقة ككل، مهما تكون النتائج مهما تكون المشاكل، لا أتصور أن المنظومة القديمة، لأنها منظومة يعني مش فقط يعني مبنية على شخص، هي مبنية على أشخاص، عديد الأشخاص، على آليات، على سندات. لا أتصور أن هذه المنظومة التي فقدت قواعدها قادرة أنها تعود من جديد. لذلك أنا يعني أستمع إلى بعض التخوفات وبعض الهواجز ممن يقولون نحن نخشى عودة النظام القديم. هذا في رأيي وفي رأي عديد من المحللين هذا غير صحيح، لا يمكن أن يعود هذا النظام، لأن هناك ثورة، ولأن هناك راعين الثورة، ولأن هناك أيضا حتى في القديم لأن هناك ناس، هناك كفاءات وخبرات وقفت على أخطائها وقامت بنقد ذاتي، هذا غير كافي. أنا في رأيي كان من المفروض أن تكون هناك عملية مراجعة، نقد ذاتي، طلب حتى المعذرة من الشعب. لكن على كل مهما يكون، نحن في تونس، وهذه في رأيي ربما الميزة، لم ننزلق ولم نروح إلى جاذبية ونزعة الإقصاء. الإقصاء كان يعني مطروح، ولم يكن مطروح فقط الآن بعد الثورة بالنسبة لجماعة النظام القديم، كان مطروح قبل زمن بورقيبة وزمن بن علي في خصوص مثلا الإسلاميين. لكن شفنا أن الإقصاء لا ينفع، وشفنا أن الإقصاء يضر، والحمد لله. ربما أعتقد أنا شخصيا رغم المشاكل، رغم التحديات، رغم الصعوبات التي نعيشها بعد الثورة، لكن على الأقل المشهد السياسي، القيادات السياسية عرفت كيف تجتنب وتتجنب أن تنزلق في الإقصاء، لأن النداء الإقصاء، جاذبية الإقصاء قوية في بداية الثورة، الآن ربما خفت. هي لها جاذبية إقليمية، الإقصاء له جاذبية إقليمية، هي جاذبية وله جاذبية دولية أيضا طبعا طبعا. لكن أنا أتصور أن الإقصاء ليس بحل، وأن الإقصاء يولد الصدام، يولد الكراهية، يولد أنت قوي الآن وأنا ضعيف، لكن في احتمال كبير أن أنت قوي ستصير ضعيف وأنا سأعود إلى قوتي. فعلينا أن نكسر هذا السكل نتاع الصراع نتاع الصدام. بالإمكان أننا نحمل من ارتكب أخطاء في الماضي، أن نحمله على أن يتجاوز ذلك وأن ينسجم مع المنظومة الجديدة. لذلك أقول أن النظام القديم سوف لن يرجع، لأن هناك منظومة جديدة. دكتور فيصل الشريف، هل هنالك ما يمنع عودة النظام القديم بأوجه جديدة؟ يعني مش بالضرورة أن يرجع بنفس المنظومة، لكن يرجع بنفس الثقافة، ثقافة أنه هو هندسة البلد وهندسة المشهد الانتخابي والمشهد السياسي بحيث لا تقوم قائمة لخصومه فيما بعد. من الصعب أن تعود هذه المنظومة القديمة، لأن حتى الأشخاص الذين كانوا في تلك المنظومة اليوم قبلوا الدور الذي سيلعبونه في تونس الجديدة، يعني تونس الثورة، علما وأن هم كانوا ربما
في منظومة الاستبداد، في منظومة الدكتاتورية، ولكن بعد الثورة لا مجال لهم ثقافيا، حتى أن الهياكل التي وضعت من دستور، من جمعيات، من هياكل مراقبة، من استقلال قضاء، يعني هذا كله رغم أن المشهد ضبابي في تونس، ولكن هذا نشاهد أنه هناك مؤسسات أقيمت في تونس في مدة هذه السنوات الثلاث، بحيث تحد من استبداد طرف أو من استبداد مجموعات تريد أن توجه الثورة التونسية إلى منظومة ديكتاتورية. فمن الصعب جدا اليوم حينما تذهب إلى المقاهي، تذهب إلى أي مكان، أي شخص في تونس قابل للانتقاد، حتى رئيس الجمهورية يعني، وترى الجرائد والمجلات اليوم، فلا مجال للعودة إلى الوراء. حتى الأشخاص الذين كانوا قلت داخل تلك المنظومة اليوم يجب ووعوا اليوم أن يلعبوا دورا داخل المنظومة الجديدة، داخل الفكر الثوري الذي لم يكتمل بعد، يعني نحن نسميها كمؤرخين يعني انتفاضة لم تكتمل بعد. حينما تكتمل وترسى الهياكل تصبح ثورة قائمة بذاتها، لأنها قطعت مع المنظومة القديمة وأتت بأناس جدد اليوم سيركزون أسس الديمقراطية لأجيال قادمة. طيب الديمقراطية يعني في السنوات الأربع الماضية كمال بن يونس يعني اختبرت في كثير من الدول، ولعل هنالك إحساسا لدى كثير من الناس، لا أقول أغلبية ولا أقلية، لكن لدى قطاع كبير من الشعوب العربية وأيضا ربما يكون في المجتمع التونسي، أن احنا خدنا إيه من الديمقراطية؟ أربع سنوات من الديمقراطية والتفاعل السياسي اللي كان غائب تقريبا عن تونس لمدة أكثر من 30 سنة، وما زالت الشوارع غير نظيفة، وما زال الشباب جالسون على نفس مقاهيهم لا يجدون عملا، ولا زال كل شيء تقريبا كما هو. يعني دفعنا أربع سنوات من عمر تونس علشان مجموعة من الأحزاب تتشكل وتدخل البرلمان. والحقيقة الإجابة هي نعم ولا في نفس الوقت. أعتقد أن سواء في تونس أو في المنطقة، من المحيط إلى الخليج كما يقال، من المحيط الثائر إلى الخليج الهادر، يعني رأينا مشاهد ملايين الناس الذين نزلوا إلى الشوارع يرفعون الشعارات الشعب يريد تغيير النظام، كشعار رمزي رفع بعباية الخليجي وبطربوش المشرقي وفي المغرب العربي والشباب والكبار والسور. يعني هذا عبر عن تطلعات، عن حلم بالتغيير، لكن حلم لم تقده نخب ناضجة، لم تكن هناك قيادة موحدة، لم يكن هناك مشروع واحد، كان هناك تراكم لعشرات السنين من النضالات، من التحركات التي قامت بها تيارات سياسية، نقابات، جمعيات، بما في ذلك حول مطلب الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي. الفرق ربما بين بعض الدول العربية، بما في ذلك بين مثلا بين تونس ومصر أو بين تونس وبعض دول المشرق العربي، أنه في تونس وفي شمال أفريقيا هناك نخبة ربما أكثر تماسكا ولديها وضوح أكثر، مع أني أعتقد أن مصر هي جزء من شمال أفريقيا الكبير، هي جزء من مرحلة من بيرم الأول إلى بيرم الثاني والخضر حسين وإسلام الشاطبي وابن رشد وابن خلدون والخضر حسين والزيتونة والأزهر، هناك تكامل، هناك قراءة عقلانية للإسلام، تفسير مقاصدي للإسلام، علاقة بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومدرسة الإصلاح في القرنين 19 والقرن 20 ومدرسة الزيتونة وصوت الطالب وحركة الإصلاح في شمال افريقيا والحركه الوطنيه في المغرب العربي التي كان لديها مكتب في المغرب العربي في مصر، بما في ذلك الزعيم بورقيبه وغالبيه قاده المغرب العربي، هناك التقاء كثيره. الفرق هو ان الصحوه الايمانيه في بعض البلدان مثل ما هو الامر بالنسبه لتونس اقترنت بحد ادنى من النضج الفكري، بينما في بعض البلدان ربما مثل سوريا والعراق وجزئيا في مصر وفي بعض دول الخليج اقترنت بمد سلفي، والإيمان بدون وعي يؤدي إلى السلفية وإلى يعني التشدد. وكأنك تأخذنا إلى المكون الإسلامي في مصر وتونس، مكونات أحد لكن أسباب الفشل. سؤالي الحقيقة حول إيمان الشعوب بالديمقراطية الآن بعد أربع سنوات من الربيع العربي أدت إلى احتراب أهلي في سوريا، صح، وإلى حرب أهلية، شبه حرب أهلية في اليمن، وإلى دكتاتورية في مصر، وتونس تكاد تكون هي النقطة الوحيدة التي لم تحسن بعد. يعني حتى لا أؤمن بالإسلام. هل إيمان الناس بالديمقراطية بعد أربع سنين في تونس ما زال هو كإيمانهم بالديمقراطية حينما قاتلوا نظام بن علي في ديسمبر ويناير، ديسمبر 2010 ويناير 2011؟ مما لا شك فيه أن هناك مد وجزر في كل البلدان بما في ذلك في تونس، ومراحل
وهناك انتكاسات. أنت ذكرت الفضلات التي لا تجمع الآن. الثورة الفرنسية في 68، ثورة الشباب، بقت في باريس لمدة شهرين كلها فضلات، لكن بس مش 4 سنين. أيوة. 4 سنين طبعا، هناك مد وجزر. وأعتقد أن المسار العام في المنطقة هو تطلعات شعوب، وهناك أجندات إقليمية وأجندات دولية، وهناك مصالح قوى داخلية تريد أن تعود بالمنطقة إلى الوراء. هناك فروقات كبيرة. أعتقد أن المسار في جوهره إصلاحي، وإرادة الشعوب ستنتصر، لكن هناك انتكاسات بما في ذلك في تونس، وهناك انتكاسات في بقية البلدان، لكن المسار جوهريا سينتصر، مع أن قوى التغيير والإصلاح تقوم بنقدها الذاتي، مثل ما هو مطلوب من الأحزاب التي حكمت قبل هذه الثورات، أن تقوم بنقدها الذاتي، والشخصيات تقوم بنقد الذات في إطار مسار وطني للإنصاف والمصالحة، بدون انتقام وإقصاء، وبدون مرور من انتقاء إلى انتقاء. طيب. ومن من يعني سيظهر إلى... سيظهر إيمان التونسيين بهذه العملية الانتخابية حينما يذهبون إلى صناديق الاقتراع غدا، وسنرى. صح. إذا كان الإقبال كانتخابات المجلس التأسيسي أم سيكون ضعيفا، والمؤشرات تقول أنه قد يكون ضعيفا، لأنه 65% من الشباب حسب إطلاعات الرأي لن يشاركوا في هذه الانتخابات. أمال مين اللي هيشارك دكتور حمودة؟ شوف، يعني ضروري ان ننسب شويه الحديث في الموضوع هذا. ربما انت طرحت السؤال في البدايه، قلت شو السبب، يعني شو السر في ان يعني تونس نسبيا يعني بالمقارنه مع البلدان الاخرى الطبيعي العربي ما حولها، ربما يعني مشت صوت رغم التعثرات ورغم البطء وكذا. انا نحب نذكرك بحاجه. المسار الديمقراطي، الانتقال الديمقراطي، العمل الديمقراطي في تونس عنده أكثر من 40 سنة. هناك تونس حبلى بالديمقراطية منذ على الأقل 40 سنة. صحيح. وكل مرة تأتي أزمة، وكل مرة هناك محاولة إصلاح، وكل مرة في إجهاض. فيعني شيء مش جديد بالنسبة العائلات السياسية والفكرية في تونس، بما في ذلك الإسلاميين واليسار والوسط والدستوريين والنقابيين والقوميين العرب. هذه العائلات متعودة على بعضها، تعرف بعضها، عايشت بعضها، ساندت بعضها في المحن وفي الإيقافات وفي يعني المحاكمات السياسية. لذلك هي يعني مش بعيدة على بعضها. وعندما تشعر بالخطر، مثلا في تونس عندما شعرت العائلات السياسية بالخطر بعد اغتيال الشهيد محمد البرعمي، بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد، هي شعرت بالخطر، تحركت ووجدت ويعني بالإعانة مع المنظمات الوطنية مثل اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، وهناك صار حوار وطني، صار توافق، يعني صار ناس كانوا في حكومة شرعية لكن تخلوا على المواقع بتاعهم خدمة للوفاق الوطني. يعني السياسي التونسي ليس بالانتحاري، هو ما يروح بعيد، يعني ما يصادم بعيد، كما نقولوا احنا بالتونسي يشد صحيح لكن ما يكسر الحبل ما يتكسر. وهذا اللي يفسر اننا رغم كل ما يقال بالامكان ان نصل الى 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 الانهاء الانتهاء. نحن نريد ان نخرج من هذا الوضع الانتقالي المؤقت الذي طال، ونريد ان ندخل في الوضع الدائم، لان هذا الوضع الدائم على هشته على ضعفه قد يجعلنا في وضع افضل حتى نروح الى مرحله اخرى. وهذا راهو بالنسبه لنا ممكن، يعني مش من المستحيل رغم الصعوبات ورغم الارهام ورغم الاخطار ورغم التجاذبات. لذلك انا لست خايف من الانتخابات التشريعية، وربما ستقع مفاجأة أن هذا العزوف الذي نتحدث عنه ربما غدا في هذا الوقت بالذات سيتحول حسب التحاليل إلى إقبال شديد. دكتور فيصل الشريف، هل تتوقع إقبالا شديدا على هذه الانتخابات في ظل استطلاعات تقول أن الشباب الذي لم يمكن حتى هذه اللحظة في تونس، الشباب لم يمكن لا في قيادة الأحزاب السياسية ولا في تولي المناصب الرئيسية في الدولة ولا حتى في التوظيف، سيعزف عن هذه الانتخابات؟ أنا بمتابعتي يعني بنزولي إلى المقاهي الشعبية، وأسكن في بارد وليس بعيد عن المجلس التأسيسي، يعني لاحظت أن تقريبا سألت جميع من يرتادون المقهى، قالوا لي أنني سأذهب غدا صباحا على الساعة 7 وسأنتخب، ولم يقل لي أي أحد منهم أي حزب سيختار. فبالتالي ربما هذه الإحصائيات التي أعطيت
تبدو غير قريبة للواقع، لأن هناك فعلاً إرادة اليوم لتغيير الواقع، لأن بعد نشوة نسميها دائماً نشوة الثورة التي دامت تقريباً سنة أو سنتين، للأسف رأى التونسي كما قلت يعني الزبالة في الشوارع، رأى أن الشيء لم يتحقق على الواقع الاقتصادي. ونعرف جيداً نحن وأخ كمال يعني مؤرخ كذلك أن هذه التغيرات تحسم وتكون على مدة طويلة، يعني على مدة 15 سنة، كما نأخذ البرتغال أو إسبانيا أو عديد الدول التي قامت فيها ثورات يعني في السنوات 80 و90. فبالتالي الشباب اليوم هو راغب في التغيير الآني، ولكن نظرا للوضعية الاقتصادية في تونس وهي كما قلت يعني بلد فقير، وربما هذا الفقر كان يعني ربما هو غنى تونس بها، لأنها لا تعتمد على النفط، يعني ليست دولة ريعية، فبالتالي تعتمد أكثر على الذكاء أو على المواطنة وروح المواطنة. ربما هذا ما أدى بنا إلى الوفاق، ولكن اليوم أمام يعني قاعدة كبيرة من الشباب تنتظر الكثير من هذه الثورة. والانتظارات نعرف جيدا في عالمنا العربي اليوم هي بالأساس اقتصادية، لكن كيف سيؤثر ذلك على تصويت الشباب في رأيك؟ فعلا سيؤثر ذلك على تصويت الشباب، لأنهم سيحاولون أقصاء من لم يفعلوا لهم شيئا في المدة الفارطة، أي من لم يقدم لهم للتشغيل، ومن لم حتى يشاركهم يتم تشريكهم داخل العملية السياسية. فعلا اليوم نرى المشهد السياسي ككل والأحزاب تقريبا الكبرى اليوم تهيمن عليها الشيوخ، وهؤلاء الشباب لم يمكنوا من يعني القيام بدور ريادي أو قيادي داخل هذه الأحزاب، وهذا طبيعي ومفهوم، لأن هذه الأحزاب لا تريد أن تغامر بتقديم شباب غير معروف وأناس يعني ليس لهم ثقافة سياسية، وهذا ما قام به، لأنها نتيجة لسياسة تجهيل قام بها بن علي، حتى أنه في فترة معينة أراد مسح التاريخ يعني كمادة أساسية. فبالتالي هذا الشباب ليست له أولا ثقافة سياسية، ليست له البلاغة في الكلام وفي الحديث يعني أمام الملأ، فبالتالي تخير الأحزاب اليوم من له حضور أمام الجماهير، من له ثقافة سياسية كبيرة، وأغلبهم من المعارضين الذين كانوا يعني ناشطين في السنوات 70، 80، 90. فبالتالي هذا منطقي نوعا ما، وربما يقولون الشباب اليوم وهذا واقع أنهم هم وقود الحملات الانتخابية، ولكنهم لم يحصلوا على شيء. كمال بن يونس لاحظنا أيضا من خلال الحديث إلى التوانسة أنه الأكبر في السن يميل إلى الاستقرار بطبيعة الحال، ويميل إلى أنه لنعطي المرشحين من النظام السابق فرصة، لأنهم يديرون جيدا ويستطيعون أن يعيدوا نفس المصطلح اللي احنا بنقوله في مصر هيبة الدولة، اللي هم شايفين أنه الدولة بوضعها الحالي لا تؤدي واجباتها كدولة. هل هذه النسبة مرجحة، نسبة المصوتين من الكبار؟ أعتقد أن الأطراف السياسية حاولت خاصة في الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية أن تقوم بتعبئة أكبر للأنصار، لكن الجمهور الذي رأيناه في الشوارع وأنا تنقلت في بعضها من عدة التيارات يمكن تقسيمه إلى 3 أصناف: جمهور من الناخبين، وجمهور يدعم سياسيين لكنه ليس مرسما، وجمهور في سن الانتخاب ومرسم ولكنه قد لا يذهب وقد لا يشارك في التصويت. مرسم يعني مسجل في قوائم الناخبين، وجمهور من مرسمين أو مسجلين وقد لا يشارك في العملية الانتخابية، وخاصة من بين الشباب أو الكبار في السن الذين يأسوا من الساسة والسياسيين والناس أجمعين. أعتقد أن هذا طبيعي في مرحلة انتقالية، لكن المسار العام الناس تؤمن بالتغيير، البعض يؤمن بالتغيير والإصلاح، لكن مع الدعوة إلى أن نعطي الفرصة للناس الذين لديهم خبرة في الإدارة والحكم والذين ليسوا مورطين في الفساد والاستبداد. الجميع يقول مرحلة النظام السابق انتهت، لكن لابد أن الدستوريين الذين بنوا الدولة وقادوا الحركة الوطنية، احنا مش عايزين نقول أسماء علشان لا يعني علشان نستلم 3 عائلات كبرى. الحزب الذي قاد الحركة الوطنية والذي بنى الدولة يقول لك فيهم ناس ليسوا مورطين في الفساد والاستبداد ولديهم خبرة في الإدارة، لماذا يقع إقصاؤهم؟ ربما في فترة من فترات وقع خلط بين أن الشعب ثار ضد النظام ولم يثر ضد الدولة. البعض عنده هذا وجهة نظر، البعض الآخر وأعتقد ربما قد يكون هذا التيار السائد لكنه مقسم، يقول أن نتوجه أكثر لجيل جديد من
الحكام والسياسيين، وإن وقعت الاستعانة بممثلي الإدارة السابقة. النتائج ستبرز هذا، لكن حسب ما رأيت أن العقلانية بدأت تسود في الأيام الأخيرة ممثلي كل التيارات بعد فترة من المواجهات التي تبررها الدعاية الانتخابية ومحاولة تحقيق مكاسب. في الأيام الأخيرة كل الأطراف بدأت تدعو إلى التقارب، سواء القدامى أو الجدد، وزعامات التيارات التي كانت محسوبة على الإسلام السياسي والراديكالية، وإلى حد ما ابتعدنا كمان في الحملة الانتخابية عن الوعود المطاطة أو الوعود قيادات تاريخية لتيار الإسلام السياسي التي لا تقدم ولا تؤخر. قيادات تاريخية، ولا نذكر أسماء لأننا في حملة لأنه غدا انتخابات، تاريخية للتيار الإسلام السياسي، وكانت تدعو للثورة منذ 30 سنة على الطريقة الإيرانية أو على طرق أخرى. الآن تقول كل وزراء بورقيبة وبن علي الذين آمنوا بدستور الثورة الجديد التوافقي وبالقوانين الجديدة تعالوا نعمل مع بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع المسلمين وغير المسلمين في المدينة بوثيق بالصحيفة يعني بالدستور. هذا انطلاقا من إيمان بأنه خلاص تونس بالفعل غيرت النظام، يعني خلاص، يعني إذا كانت هذه الفرضية صحيحة فكل الفرضيات الأخرى يمكن أن تكون صحيحة، يعني لكن هل هذه الفرضية صحيحة أن تونس غيرت النظام بالفعل؟ الخطاب ولا لسه النظام ما تغيرش؟ النظام الذي كان سائدا يعني انتهى، يعني قضت على فرص عودته مرة أخرى. لو سمحت، هذا أعتقد أن احنا ثلاثتنا في هذه وأنت رابعنا، احنا متفقين على أن النظام القديم، المنظومة القديمة بفسادها وباستبدادها وبرموزها انتهى، هذا انتهى ومرفوض. والدليل على ذلك أن مثلا الرئيس القادم، سوف لن يكون الرئيس كما كان بورقيبة كما كان بن علي، سوف لن يكون له كل السلطات، سوف يكون مراقب، سوف هذه حرية التعبير مثلا، نحن نقدر نقول كل شيء فيما يسمى، لكن على الأقل حرية التعبير، حرية التعبير هذا شيء حاصل. الآن الكلام اللي نقوله فيه هنا وفي الشارع ولا كذا هو شيء ما كان موجود قبل، فحرية التعبير هي التي ستحميك من نزعة التسلط من جديد أو الدكتاتورية جديدة. الرئيس صلاحياته دستوريا وعمليا سوف تكون أقل بكثير من صلاحية رئيس في نظام رئاسوي. الحكومة أيضا، البرلمان أيضا، هناك مجتمع مدني، هناك يعني قوى مضادة، هناك سلطات مضادة سواء في الإعلام فهذا الكل، احنا كنا نظن ذلك، هو اكبر حمايه صحيح من عوده النظام القديم. كنا نظن ذلك في مصر، انه خلاص 3 سنين من حريه التعبير، عقارب الساعه لا ترجع للوراء، واذا بنا نراها تهرول الى الوراء ولا ترجع. لكن نشوف ايضا احنا هنتكلم على المقارنه، نصف جمله، لكن اسمح لي فقط سنتحدث عن المقارنه. لماذا نجت تونس من مصير ما حدث للثورة المصرية والثورة السورية والثورة اليمنية، لكن بعد أن نتعرف أيضا على آراء مجموعة من المواطنين في تونس في الانتخابات وتوقعاتهم من نتائج الانتخابات، ليس من يفوز ومن لا يفوز، ولكن توقعاتهم من نتيجة هذه العملية بمجملها لمستقبل تونس. بالطبع احنا توا في مرحلة انتقالية وعهد جديد، انتخابات يعني ديجا في بالك غدوة الانتخابات، معناها الاقتراع والكل، معناها الحمد لله يعني المرحلة الصعيبة والحرج والكشمار ولا الكابوس كما قلت تجاوزناه ديجا، هذا حسب رأيي الشخصي بقى، فهمتني؟ ما تنساش احنا توا تونس من 2006، توا قرابة 10 سنوات في الاضطرابات والاهتزازات وعدم الاستقرار وغياب الأمن وغياب الاستقرار في كامل ترابها، فهمت كيفاش؟ توا والحمد لله اليوم يسمى دخلت تونس في عيد وفي عهد جديد. رأيي أنا النظام السابق كان عنده حاجات باهية وعنده برشا خايب، والنظام الحالي عنده برشا خايب وما ريتش حد الآن حتى شيء باهي. أما في مصر بالنسبة لمصر يعني السيسي كأنا نشوفه أنه ديكتاتور بعد أن كانت حكم الإخوان المسلمين ومرسي، وكانت قامت الثورة الثانية، ما يعتبر بالثورة الثانية في ميدان التحرير وترشيح السيسي يعني لرئاسة،
السيسي أخطأ في طريقة حكمه على الإخوان، يعني في الظرف فترة وجيزة حكم على ما يقارب أكثر من 200 شخص بالإعدام، جريمة تعتبر يعني جريمة في حق حقوق الإنسان. قبل الثورة يعني كنا الشعب التونسي كان يعيش في يعني في الدكتاتورية بأتم معنى الكلمة. اليوم ما بعد الثورة يعني أكيد فما عديد النقائص، عديد النقائص، لكن بكثير من الصبر يعني باش يتم تلافي النقائص هذه. وفما أحزاب يعني أعدت برامج قيمة وبرامج نيرة، بحول الله يعني المستقبل سيكون لتونس لو يحصل الانتقال الديمقراطي كما نراه. بصفة عامة، مش التونسي برك، المواطن العربي بصفة عامة ما يصبرش، ما عندوش الصبر. واللي فات عمره ما كان منظومة باهية، كان جاتك منظومة كان بالقمع. الفلاح ما ينجمش يزيد على كيفه، حتى ولو يبدا خاسر يبيعها بالخسارة. عدة أشياء، كل شيء، الحاجات اللي عملها باهية العهد السابق، شوية طرقات وشوية عبم كاتبه هو، أما جديد احنا في تونس هنا بحول الله عملنا السلوم متاع الديمقراطية، وما زلنا ما حطينا ساقنا الخطوة الأولى فيه. بحول الله من 26 أكتوبر بتتحط ساقنا في الدرجة الأولى متاع الديمقراطية، وتتقدم البلاد ونصبر على بعضنا الكل، كل القوى السياسية والقوى المدنية اللي لهنا، ونتعاونوا كلنا. بس مش عارفين بقى مين خد سلوم الديمقراطية في تونس ولا مين هياخده، اللي هو المصعد. احنا عندنا السلم فيه حد خده وطلع معاه لفوق وما رجعوش تاني. دي آراء مجموعة من المواطنين التوانسة. من الواضح ان فيه تفاؤل بالتجربة الديمقراطية، لكن برضو فيه إدراك بأنه التجربة الديمقراطية لم تأتي بكل ما يريد التوانسة. سمعنا الأخت اللي بتقول انه كان فيه أيام بن علي فيه حاجات كتير زينة وحاجات قليلة خايبة، يعني مش كويسة، لكن دلوقتي فيه حاجات كتيرة خايبة وحاجات قليلة زينة، يعني حاجات كتير حاجات قليلة كويسة وحاجات كتير مش كويسة. وطبعا شفنا آرائهم في اللي حصل في مصر، ان هو كان الافضل ان هي مصر تواصل الطريق الديمقراطية والاعدامات. يعني في وعي من المواطن التونسي بما يجري حوله، وده الحقيقة مش جديد ومش غريب على المواطن التونسي. احنا ضيوف الاستوديو كانوا يتحدثون عن الفوارق بين مصر وتونس، وهي الحقيقه فوارق ايضا كبيره، اعود بها الى ضيوفي في الاستوديو. اول هذه الفوارق دكتور فيصل الشريف، كما قالت الايكونومست وكما قال كثيرون، هو المؤسستين العسكريتين في مصر وتونس. ايه الفارق بينهما تاريخيا؟ فعلا مصر يعني كانت بعد ثوره الضباط الاحرار يعني سنه 52، وبعدين كان هناك يعني مشروع تأميم قناة السويس، أصبحت مصر هي البلد العربي الأول للمواجهة ضد إسرائيل، ضد هذا الكيان. فبالتالي لعبت مصر ذلك الدور التاريخي، وكان للجيش أن يكون هو الواجهة أمام هذا الـ يعني هذه المواجهة، في حين يعني هذا الدور التاريخي الذي لعبه الجيش آنذاك. ولم يشكك أحد أو لم يضع موضع السؤال يعني موقع الجيش، باعتباره أنه هو الذي يقود سياسيين البلاد، يعني هذا في ظل تكون الدولة الوطنية في مصر بعد من أيام محمد علي، من أيام محمد علي بعد نهاية حكم، لأنه هو اللي عمل الجيش، هو اللي عمل الجيش، ولاده كانوا قادة الجيش، فكان طبيعي أنه الجيش يحكم. ولكن بعدين يعني أصبحت مصر هي تقريبا أول بلد في العالم العربي، هي أكبر دولة، هي بلد المواجهة ضد هذا الكيان الذي غرس آنذاك. فبالتالي هنا بدأ دور تاريخي. فموقع مصر الجغرافي كذلك في المنطقة، يعني معبر البحر الأحمر، قناة السويس، ونتذكر جيدا العدوان الثلاثي. فكان هذا الخطاب الذي جيش حتى الدول العربية آنذاك بأن الجيش المصري هو تقريبا درع لجميع الدول العربية، فأضفى على حكمه آنذاك ما نعبر عنه بالشرعية التاريخية، أي أنه يتولى الحكم يدافع عن البلد. فبالتالي لم يجادل أحد في حكم الجيش فيما بعد مع حسني، مع أنور السادات، حسني مبارك، فتقريبا حكم الجيش كل هذه الفترة، في حين أن تونس أول ما استقلت وكانت الثورة المسلحة التي قامت بين 52 و 54 في تونس قام بها الفلاقة، سأبين كذلك مجاهدون. لم تضفى عليهم الشرعية التاريخية بأن يكونوا هم الذين سيقودون فيما بعد سياسيين البلاد. فبالتالي وضع بورقيبة هؤلاء الثوار
عكس الجزائر مثلا، الجناح المسلح لحزب جبهة التحرير جيش التحرير الوطني تم إدماجهم داخل حزب التحرير وهم من حكموا، يعني حتى الجيش بلباس مدني هو حكم عسكري الذي حكم الجزائر. فبالتالي أهمية الشرعية التاريخية لوجوده في الحكم، هذا ما أضفى الشرعية. في تونس لا، العكس تماما. بورقيبة عندما وضع أول أسس الجيش الوطني في 30 جوان 1956 كان واضحا بأن لم يعطي له الإمكانيات المادية، كذلك أبعده تماما عن الحياة السياسية، والدليل على ذلك أنه وضع المدير العام للجيش الوطني آنذاك هو مدني، وكل الوزراء الذين حكموا وزارة الدفاع في عهد بورقيبة هم مدنيون. فبالتالي منذ الأول كان القرار واضحا بأن يتم إبعاد الجيش عن مشاركة في الحكم. ومما كذلك أخاف بورقيبة، تقريبا جميع الدول العربية إن لم تكن محكومة بالجيش فهي قادتها انقلابات عسكرية، وكان لانقلاب 24 ديسمبر 1962 تقريبا أكبر درس لبورقيبة ليأخذ احتياطاته أكثر، فقد همش أكثر فأكثر دور الجيش وقوى أجهزة الأمن لكن الحرس الوطني سأبين فيما بعد كيف بن علي استعمل الداخلي وبن علي وصل، لكن عقب وزارة الداخلية عندما تحول سنة 77 كمدير عام للأمن الوطني، ولكن بن علي كانت له عقدة من الجيش رغم أنه يعني من المؤسسة العسكرية. بن علي وصل إلى رتبة يعني لواء نظرا لارتباطاته بابنة يعني تزوج ابنة لواء لزوجته الأولى كيفي. فبالتالي حتى داخل الجيش كان ينظر له أنه يقال له جنرال مكاتب، يعني ليس جنرال ميداني مقاتل. كذلك حتى تكوينه كان يعني لم يأخذ حتى الثانوية العامة بن علي، فبالتالي رتبته العسكرية وزيه العسكري لم يكن مواكب. إذن بورقيبة وبعده بن علي همش دور الجيش التونسي بحيث أصبح ليس أمامه سوى أن يكون جيشا مهنيا مدربا تدريبا خاصا على حماية حدود البلاد فقط. بعض الدقائق مثلا بن علي لم يلبس يوما زيه العسكري، وكان يجن عندما يقال له في الصحف الفرنسية الجنرال بن علي. كان لا يتقبل ذلك بتاتا لأنه أراد لبس الزي المدني والخروج من الزي العسكري، وهذا غريب يعني باعتبار أنه عسكري، لأن هناك ثقافة وهناك تقليد في تونس أن ينظر دائما إلى الجيش بعين الريبة بأن يتولى السلطة. فبالتالي أراد خلع اللباس العسكري ولباس الزي المدني والتكلم دائما طيب أنه رئيس. إذن مركز الثقة انتقل من الجيش كمؤسسة قادرة على تغيير السلطة أو تغيير الحكم إلى الأجهزة الأمنية. ليه الأجهزة الأمنية في تونس على سبيل المثال ما وجه الاختلاف بينها وبين الأجهزة الأمنية أو بين المؤسسة العسكرية الأمنية في مصر؟ فعلا يعني عندما أنت تهمش دور الجيش أو لا تعطي له الميزانية، تعرف أن ميزانية الجيش وقت بورقيبة كانت بمستوى 3%، بينما التعليم وصل إلى 38%، عكس الدول العربية كلها. أعلى نسبة في الموازنات العربية كلها للتعليم، كلها في التعليم. يعني بورقيبة قد أضفى يعني على التعليم والصحة أنذاك يعني أكبر قدر من الميزانية لكي يتعلم الشعب، بينما عندما تولت وزارة الداخلية خصوصا وقت بن علي أراد أن يكون جهازه الخاص لحمايته وأعطى جميع الإمكانيات المادية واللوجستية، وكان كذلك ليبرر شرعيته في الحكم أن يقول دائما أنني بصدد مكافحة الإرهاب، مكافحة الإسلاميين وملاحقتهم. فبالتالي كان تعطى له جميع الإمكانيات المادية وتضفي عليه هذه الدول الشرعية للبقاء في الحكم. طب المؤسسة الأمنية التي حظيت باهتمام وبميزانيات في عهد بن علي لماذا لا تقاوم التغيير الآن في تونس كما تقاومه المؤسسة العسكرية في مصر؟ فعلا يعني لا يمكن أن تقاوم باعتبار أن أول ما تتذكر سنة 2011 أول من توجه التونسيين توجهوا إلى المؤسسة الأمنية وقالوا أن هذه أكبر مؤسسة اليوم يجب أن تتغير من الجذور، والدليل على ذلك أن هذه المؤسسة هل تغيرت؟ فعلا تغيرت إلى حد كبير، بذلك وجود النقابات الأمنية التي هي تقريبا سابقة في الدول العربية. لا توجد نقابات أمنية تقريبا اليوم، لدينا أكثر من 7 نقابات أمنية داخل المؤسسة، وبالتالي حقوق رجال الشرطة ورجال المؤسسة الأمنية محفوظة بالنظام الجديد.
فعلا يعني لا يخشون أن تكون الثورة على حسابهم. فعلا هذا من ناحية، من ناحية أخرى هناك مراقبة شديدة للجمعيات المدنية وللمجتمع المدني على كل ما تقوم به اليوم وزارة الداخلية من انتهاك لحقوق الإنسان، هناك ملاحقة ومتابعة يومية لما تقوم به على الميدان. المكون الإسلامي والمكون أيضا العلماني في الطبقة السياسية التونسية سواء كان دكتور حمودة، هذا المكون كان أيضا من يقال أنه من أسباب نجاح تونس، لأنه المكون الإسلامي تلقى أو عاش في منفاه في المناف الأوروبية، وبالتالي تأثر بالثقافات الأوروبية وبالقيم الأوروبية في التعايش الديمقراطي، كذلك المكون العلماني كذلك نفس الحكاية. وكما قلت تفضلت أن هو كانوا في بوتقة واحدة في مواجهة الأنظمة القديمة. لو تحدثنا عن الطبقة العلمانية السياسية العلمانية الموجودة في تونس سواء كانت يسارية أو يمينية، ما هو وجه الذي يميزها ويجعلها أكثر حرصا على استمرار المنوال الديمقراطي؟ أنا قلت لك في مستهل حديثنا أن العائلات السياسية التونسية تعودت على بعضها، ناضلت مع بعضها مع اختلافها بما فيها العلاقة بين الإسلاميين وما يسمى بالعلمانيين. لكن كلمة العلمانيين راهو في عندنا يعني هي كلمة مشكلة في تونس أنا أعلم، لكن أنا أخاطب الجمهور المصري. لا يعني العلمانيين ربما أكثر هم ما يسمى بالحداثيين ويعني الفرق مش كبير. المهم هو أن الفوارق والعلاقة ما بين العائلتين هي قديمة جديدة وهي متواصلة، أحيانا بعض التأزم أحيانا بعض الاتفاقيات، لكن في كل الحالات أنا أعتقد أن سر ربما نجاح أو عدم إخفاق التجربة التونسية حاليا كامنة في هذه العلاقة الجدلية القائمة حاليا مع أنه بعض بين الإسلاميين وبين مع أنه بعض القوى ذهبت إلى تطبيق السيناريو المصري بحذافيره وطلبت الجيش بالتدخل وتشكلت جبهة مشابهة لجبهة الإنقاذ في مصر. لكن 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 شوف هذا حصل لكن حصلت محاولات، لكن دائما السياسي التونسي ما يروح البعيد، يعني ما يكسر الطاولة، ما يطيح السقف على الطاولة، دائما وقعت محاولات، لكن دائما عندما واحد يخف شوية منه، يعني الإسلاميين آنذاك يعني عرفوا كيف يتأقلمون مع هذه الأخطار، وأيضا الآخرون عرفوا كيف يعني ينتقدون ويحاولون وكذا، لكن ما مشوش بعيد. عندما اقتضى الأمر أنهم يعودوا إلى أن يتعاملوا مع بعضهم ويتمموا الدستور فأنهم عادوا. غدا عندما الأمر يتعلق بعودتهم إلى التوافق سيعودوا. شوف سمعت قبل قليل المواطنين يتكلمون، شفتش اللغة؟ أنا اللغة اللي أثرت فيها إيجابا هي أن كل من تحدث يؤمن بالديمقراطية، يؤمن أولا بالديمقراطية وثانيا يتحدث عن يقول خطاب يجمع، ما فيش الخطاب اللي فرق، ما فيش الخطاب اللي أجج. بعض السياسيين مع الأسف ما زالوا يحلمون، ما زالوا يستعملون هذا الخطاب الصدامي الصراعي، لكن الناس الشعب الناس اللي شفتهم معناها كل المستويات يعني ملوا من الصدام، هم يريد أن يجمعوا حالهم، يريدون الديمقراطية، وهذا ممكن حتى طبقة السياسية التي نتحدث عنها يعني الإسلاميين والعلمانيين هم قراب البعض. أنا متفائل في ذلك. أستاذ كمال بن يونس، كما قلنا أنه في تونس حينما تشكل التمرد وجبهة الإنقاذ في مصر لمواجهة الرئيس محمد مرسي ومحاولة تغيير النظام سواء بثورة شعبية أو تحول بعد ذلك إلى انقلاب عسكري، تشكل شيء مشابه في تونس، تمرد التونسية وجبهة الإنقاذ التونسية من أحزاب كبيرة في تونس وليس أحزاب هامشية. وبعد ذلك حينما وقع الانقلاب في مصر وسالت الدماء في مصر وحدث الوفاق في تونس، هل لو لم تسبق مصر إلى الانقلاب العسكري كان يمكن لتونس أن تسبق الآن إلى الانتقال الديمقراطي؟ أنا باختصار شديد وبالتفاعل مع مداخلات الصديقين خاصة الأستاذ فيصل أريد أن أشير باختصار شديد أن تونس ومصر بينهما نقاط التقاء كثيرة، لكن رغم الشعارات العلمانية والحدثية
وربما بعض السنوات التي يدعى فيها بورقيبة إلى الإفطار في رمضان، خطاب الحركة الوطنية، خطاب الحزب الدستوري كان فيه مصالحة مع الهوية العربية الإسلامية. الحزب الدستوري أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وبورقيبة ورفاقه كانوا متصالحين مع الصادقية والزيتونة، وكل قادة الحركة الوطنية الذين درسوا في السوربون وفي غيرها من بورقيبة إلى صالح بن يوسف إلى الجيل الذي قبلهم وبعدهم كانوا في نفس الوقت متصالحين مع الهوية العربية الإسلامية. وكانت خطب بورقيبة في الجوامع في جامع الزيتونة وصاحب الطبع مثله مثل صالح بن يوسف وغيره، هذا ترك المجتمع المدني الذي نشأ في العشرينات والثلاثينات والأربعينات مثل جمعية الشبيبة المدرسية، جماعة تحت السور، محرر المرأة الطاهر الحداد في كتابه مرأتنا بين الشريعة والمجتمع، زيتونيين، أبو القاسم الشابي زيتوني، حركة الأدباء تحت السور زيتونيين. احنا انتوه كده انتوه في التاريخ التونسي، لأنه لا، فهذا كله في المغرب العربي هذا نقطة مهمة. لذلك فيه تقاليد مجتمع مدني مثل ما ذكر الدكتور محمود بن سلامة لما وقعت هو أبسط أزمة. أبسط شيء، انتوا عندكم حاجة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل، لا، مجتمع مدني كبير شغال من سنة 46 وقاوم الفرنسيين، وهو امتداد لحركة عمالية قبل ذلك أصلاً. وعلى الفكرة أو بالمناسبة الاتحاد ويجمع كما قال الدكتور حمودة، يجمع كل التوانسة، من كل التوانسة للشغل جمع العمال والنقابيين الذين شغلوا في النقابات الفرنسية، وكان رئيسه الشرفي الشيخ محمد الفاضل بن عاشور زعيم الحركة الطلابية والوطنية، ورجح كفة الثورة التونسية يعني حينما انضم إليها ضد بن عاشور، والشيوعيون كانوا يشتغلون مع بعض. ففكرة أنا فكرة وحيدة أستاذ أزيل، فكرة أن المجتمع المدني في تونس كان دائما قويا، في مصر المجتمع المدني كان ضعيفا، فلما وجد تيار غير راض عن أداء حكومة الإخوان المسلمين لمن توجهوا للجيش بغض النظر عن الانحرافات التي وقعت فيما بعد بالانقلاب وبالمنعرج القمعي، في تونس لا، المجتمع المدني تبنى حالة الاحتقان والغضب ضد حكومة الترويكا. لكن لو لم يقع الانقلاب في مصر وتسيل الدماء، هل كان المجتمع المدني التونسي صح والسياسيين التونسيين، هل كنا سنكون اليوم نناقش انتخابات الشرعية التونسية ولا نناقش الخلافات السياسية حول الدستور أولا؟ يعني المؤسسة العسكرية تختلف في تونس تختلف جوهريا عن المؤسسة العسكرية في مثلا في مصر والجزائر، وليست قضية شخصية فقط مثل ما ذكر البعض، أن المؤسسة العسكرية دائما الأمور ما كانت تختلف جذريا حتى لو يعني لم يتم ذلك في مصر، كنت أتصل إلى هذا المسار أن عند قناعة، لأن يعني بحكم ما تفضل به الأستاذ كمال يعني قوة المجتمع المدني وقوة الأواصر كان دائما دائما فيه من يتحرك عند الخطر للدفاع عن الأساس. طيب إحنا الأساس. عندنا في مصر مثلا الإسلاميون يعتبرون في رأي كثير من النخب السياسية يعتبرون خطرا زيهم زي خطر الدكتاتورية وزي خطر الإرهاب وزي خطر كل الأشياء دي. بالمناسبة ليه في تونس مش عندكم كده؟ بالمناسبة مراجعات الفكرية التي قام بها الإسلاميون في تونس تعود إلى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، في 81 في يوم تقديم الإعلان عن تأسيس حركة التجاه الإسلامي أعلنت قيادة حركة التجاه الإسلامي وراشد الغنوش عن استعدادها للعمل مع الشيوعيين والبقاء في المعارضة إذا فاز الحزب الشيوعي في الحكم، وقدم قراءة نظرية ليس مجرد قراءة سياسية في مؤتمر صحفي دولي، هذه موجود في كتب قام بها عدد كبير من الإسلاميين، وتعود جذورها إلى حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر سالم بوحاجب والمصلحين الذين وجدوا قبل دخول الاحتلال الفرنسي. أنا أشير فقط أن التوانسة اللي شاهدناهم في الفيتير الغاضبين وفي مصر كذلك هم لأن الأزمة الاقتصادية بدأت سنة 2008 في أوروبا وانعكست علينا وعليكم، لأن الأزمة الاقتصادية كذلك في مصر أعنف، احنا في تونس الطبقة الوسطى أوضاعها أفضل، لأنه كذلك الملف الأمني الذي بدأ مع الحرب العراقية الإيرانية وتدمير العراق وحرب 2001 وترحيل الإرهابيين من أفغانستان وباكستان إلى المنطقة العربية، هذه نحن تحملتم وزرها ونتحمل وزرها طبعا، أنتم لديكم إسرائيل ولديكم مخاطر أخرى، نسبة الفقر أعلى بينما في تونس الطبقة الوسطى هي المهيمنة، لكن الأهم هو المجتمع المدني والطبقة الوسطى مقابل تضخم المؤسسة العسكرية في تونس كان دوما النظام، لكن المكون الإسلامي أيضا في تونس مختلف عن المكون الإسلامي في مصر جوهريا في مراجعات فكرية. المراجعات اللي تعرض لها الأستاذ كمال المراجعات التي تمت ومنذ سنوات منذ عقود منذ سنة 81 هذه المراجعات مكنت الحركة الإسلامية. انت على فكرة عارف الحركة الإسلامية السياسية بدأت بعد المشروع الحركة الديمقراطية التي قمنا بها في بداية السبعينات، الحركة اليسارية، الحركة الجبهة الوحدة الشعبية، هذا جعل أن
عندما الإسلاميين دخلوا معترك العمل السياسي وجدوا مجموعات تضامنت معهم من ناحية الإنسانية، لكن شرطت عليهم نوع من الشرط أنهم ينصهروا ضمن الكادر الإطار الديمقراطي، قبلوا مثلا بمجلة المرأة، العلاقة مع الخارج، اعتراف بالنظام الجمهوري، مدنية الدولة، احترام مكاسب المرأة، يعني كل ذلك جعل الإسلاميين قاموا بمراجعات وأصبحوا جزء لا يتجزأ، يعتبرون جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي، من العائلة السياسية. صحيح أن هناك البعض يعني بعض مازال يعني يشك أو يشكك في وجودهم، لكن بصفة عامة إقصارهم من المشهد السياسي لم يعد خيارا. أشكركم شكرا جزيلا. أشكر ضيفي الدكتور حمودة بن سلامة، المرشح في الانتخابات الرئاسية ومؤسس أحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شكرا جزيلا. أشكر كمال بن يونس المحلل السياسي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. كما أشكر ضيفي أيضا الدكتور فيصل الشريف الخبير العسكري والمؤرخ، شكرا جزيلا لحضرتك. وبهذا تنتهي هذه الحلقة وهذه الفقرة ضمن مصر الليلة. نترككم في أمان الله وإلى اللقاء، وتحيات فريق العمل من تونس.